واحد في واحد عندهم فرصة في الدار الشيخ والسيد الخليفة يفكروا مع واحد القرار نلقاو اليوم الحل بإيدينا صافي هاد العملية يعني راه ولات مؤرة انا باغي جيتي نتيا بالمناسبه وهضرنا معاك راه حنا راه غادي نشتي قبيله شي شنو وقع تما هاد السيده هادي ومع سي هشام شي انا فاش كنت شوفها مع الصباح كان عزام مسكين الله يكون ليها في العوان نشرب الدواء راني غادي لي غير كان عارف باش نشري الدواء باش نشري الدواء عندي 10000 ريال ديال الدواء ما كنتش نقول باش تبيع حتى 6 ل 5 دولار نقدروا ليك باش تشوف 5 ولا 4 ما كاينش زكاه بعدا الاسم كريم انا لا عزيزه بعاد عرفت مزيان مزيان مقدر انا اللي جايه في الدار عرفت سبع سبع دائما دائما لا تفهم تما اللي كنقول لكم سكتوا كتنسد ولكن واش الوحده كافياكم انا غنتشر مع راجلي والو ما غاديش نخدم ما نخدمش عليك لا حيت هو يدو مريضه راني اللي كنتعامل دابا باش نعس الصادق باش انا هذا راه ما كافينيش انا بوحديتي تماما ولاد يوسف ولاد يوسف السخيره ديالك ولاد يوسف لا 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 في نظرك كنت في المنطقه ديال ولاد يوسف ديك البلاصه هذيك شي كراج ولا شي حاجه تما تصلح لكم والله الا غنخدم فيها لا تصلح لكم كما قال السيد القائد المحل اللي غنخدموا في هذا الوقت هذا في هذه الظرفيه هذا في الظروف اللي حنا فيها على حسابنا حنا حتى حنا خصنا نتعاونوا معاكم شوف حنا شنو هو الهدف في النهار واش حنا اننا نفتحوا مدرسه حكوميه هذاك التجمع اللي كيكون عندنا في هذيك السويقه ما خاصكش انت تكوني وحده الناس اللي كتخافي ما نضرش انا ما تضر لا انت ولا وليداتك ولا الاسره ولا الناس اللي كتخافيهم اذا حنا خدينا على العاطفه ديالنا انا نتعاونوا معاهم لم نتزينا بالقرار ديال الوحده ايوا راه سيدي القائد راه حس بكم بان راه لقيتو الهضره غادي الصف كيجيكم الهضره مع بعض لقيتو الهضره تولي الساعه هاد المكانه ما عندها ما دير لكم هاد الحل هذا غادي ينتشر كامل باش تكون البركه ديالك كل واحد تقريبا من جهه ديالو ما عندكمش باش تخلصوا الكره حنا غادي نتفاهموا مع الناس ويطوروا المحلات ديالهم ويعطيكم فين تخدموا وغير ما بغيتيش تقولوا لنا في هاد العمليه ان شاء الله الا شتيو نتوما الوحده كافياكم قولوا لنا نخليوها يا انا عارفه ما كاينش بالنسبه لينا الوحده السويقه جمعات واش واش اشنو استفدتي هاد النهار ربيع عزيزه وانا عزيزه عرفتي علاش عيطت عليك انتيا تبارك الله عليك راه كتعرف شنو هي انت هي الدينامو ديال السوق صافي سيدي ما غاديش هاد السنين تما باش يعطيك الله يخليك